Stupid. Yalla Alex. بالنسبة لهوايتنا منشورة الآن في الخليج بصفة عامة، يعني السعودية أول ما بدأوا طيران خارجي للبغبغاوات، ثم الإمارات، والآن الكويت وعمان والبحرين، في كل مدينة في الخليج لنا تواصل، يعني لدرجة أن أنشأنا فريق جروب خليجي للفريق للتجمع للشباب هذول نفسهم. من يوم ما دخل علينا كورونا حتى هوايتنا الحمد لله ما وقفناها أنا وبقية أعضاء الفريق، لدرجة يعني صرنا نطير من البيت أو نطير عند باب البيت، يعني وصلنا الطيور لمراحل إنها ما بتطير مستوى أول ثاني، لا مستويات قوية جدا إنها تطير في أصعب الأماكن. يوم تشوف الطير يروح ويرجع لك طبعا شعور لا ينوصف، يوم تشوف الطير يروح وتبني علاقة معه مثل الطفل، يعني شعور حلو، وتبدأ معه أصلا الطير هذا من بداية الصغر، يعني تبدأ معه كالطفل وتبني العلاقة معه. هذا حق ناس، هذا حق هذا.